ميدان العلاقه وهذا الشيء هذا كلشي كيطيح فيه، كلشي كيطيح فيه. معاك كتوصل ل 200 مليون 300 مليون كتبقى جالس ما كتعرفش راسك مازال شنو بغيتي، صافي كتلف شنو غادي ندير مال. اما بعد بزاف الناس دابا شنو كيسحاب لهم باللي الا جيت مثلا للانترنيت غادي نخدم، الا عرفتش الدومين ديال هذا فاش خدام غادي نمشي نتبعو غادي ندير الفلوس. الشيء هذا ماشي كاع داكشي اللي كيدير الفلوس، الفلوس اولا بالاحرى الحريه الماليه اللي كديرها هي ان الكتب اللي كننصح بها في التسويق ولا بشكل عام. شوف كننصح بالكتب الماليه علاش؟ حيت قبل ما تدخل تبدا في الانترنت خصك تعرف الاداره الماليه، فهمتي؟ تعرف الاداره الماليه حيت بزاف الناس دابا كيسحبهم. بزاف الناس دابا شنو كيسحب لهم باللي الا جيت مثلا للانترنت غادي نخدم، الا عرفتش الدومين ديال هذا فاش خدام غادي نمشي نتبعو غادي ندير الفلوس. الفلوس راه ماشي الماركتينغ اللي كيديروا، ماشي الاي كوميرس، ماشي شوبيفاي، ماشي اي باي، ماشي يوتيوب، ماشي هذا، ماشي كاع داكشي اللي كيدير الفلوس. الفلوس اولا بالاحرى الحريه الماليه اللي كديرها هي ان هي الاداره الماليه، هي انت كيفاش كتسير الفلوس ديالك، كيفاش كتسير الفلوس ديالك، انت كيفاش كتعامل مع دوك الفلوس اللي كيدخلوك. واش كتزيد؟ راه بزاف ديال الناس داروا اكثر من 100 الف دولار في الانترنت، كنطلع لهم دابا كنقول لهم السلام عليكم مساكن، باقين كيسولوني وما ولاو دابا باش يجيو يسولوني خويا وشنو بان لك في هذه واش مازال خدامه، وانت درتي 100 الف دولار. الناس والله الا كاين واحد الدري صاحبي كنعرفو في الريسكين دار اكثر من 100 الف دولار، واخا هي راه والو مثلا، ولكن راه شي حاجه اللي كانت تغير حياته، حيت هو والو كان والو كان زيرو، دار اكثر من 100 الف دولار، ركب على الموجه دار اكثر من 100 الف دولار. دابا تيجي عندي تيقول لي يونس واش ايكوم لوكال بان لك خدام، فهمتي؟ يعني يعني الفلوس راه ما كاينش في الريسكين ولا في ليكوم ولا في كذا، كاين في انت كيفاش كتعامل مع الفلوس. كاين الناس ضربوا في الريسكين، كاين الناس جات الموجه ديال الريسكين ضربوا فيها مزيان، ضربوا فيها 200000 300، كاين اللي ضرب 400، كاين اللي ضرب 500، مشات صافي ما بقاوش خدامين فيها. كاين اللي هز فلوسهم مشى انفيستاهم في شي حاجه، دابا راه كنشوفو مازال خدام مازال كذا. كاين اللي مشى خسرهم في القصاير في الطوموبيلات في ما نعرف شنو، ما دار حتى بزاف في حياته 300 بركساسه كامله. علاش؟ حيت صافي ما ديك العقليه باش جاب دوك الفلوس ماشي حتى ليه. كاين الناس اللي كاع الفلوس يدخلوا من الريسكين، كاين اللي طور راسو، كاين اللي مشى دار السوديو ديالو دابا وخدام شي تي خدام ايكال تي صايب دي زابليكاسيون كيديفلوبي خدام بخير عليه. وكاين اللي العكس. دونك اخويا قبل ما تبدا الخدمه في الانترنت قرا الكتب الماليه، تعلم كيفاش تتعامل مع الفلوس، كيفاش تتعامل مع الفلوس، حيت حنا ما عندناش الثقافه الماليه كاع نهائيا، قليل اللي عنده ديك الثقافه الماليه. بزاف منا كيجد غير الفلوس اول حاجه كيفكر فيها نمشي نشري طوموبيله، اول حاجه كيفكر نمشي نشري حوايج، نمشي نشري سبرديله غاليه، نمشي نسافر في شي بلاد مطرطقه. ما كتفكرش في انك تتعامل بالفلوس. انا كاين مثال مثلا بحال الدراري اللي كاين هنا عايشين في الامارات، كاين دراري خدامين بجوج المليون 3 المليون ديال المغربيه، يعني 3 المليون السنتيم. كاين منهم اللي يدخل المغرب دار العقار ديالو غير تيكري وتيدخل له، وكاين اللي العكس، كاين اللي هنا دابا معانا في الامارات محللين شي حوايج بحالاش، ماشي يعني كاين البيران ساهل تدخل ليهم، كاين انك تمشي هنا تضحك مع البنات عادي جدا. كاين بزاف فين تخسر الفلوس وتزها، يعني بالعربيه كاين بزاف فين تخسر العلاقه ديالك. كاين اللي خبى العلاقه وصيفطها للمغرب شرا بها وانفيستا، كاين اللي بقى هنايا وخسر فلوسه كاملين ومخبي مخبي ما قادرش يرجع، كيقول لك كيفاش انا 5 سنين وانا خدام، 5 سنين وانا خدام 3 البركات 4 البركات وراجع زيرو درهم ما عندي والو. يعني هذا هو المشكل، الواحد خصو يتعلم الاداره الماليه قبل ما ما يبدا الخدمه يتقف راسه ماليا. ريتش داد اخويا ريتش داد بور داد كاين بزاف بزاف. ممكن تفتح الشركة بدون شريك الاماراتي او لا ضروري؟ ما عرفتش هاد القضيه هادي بالضبط واش بدون شريك، حيت دابا انا عندهم مشكل الشركه راه كتختلف من بلاصه لبلاصه، من اماره لاماره. ابو ظبي ماشي بحال دبي، ماشي بحال عجمان، ماشي يعني مختلفين على حساب الا بغيتي تفتح شركه. ولكن كنظن هنا في دبي بدون شريك اماراتي. انا عندي صراحه جوج شركاء اماراتيين وواحد هندي، ولكن ما عرفتش نتاكد ونجاوبك، حيت كاين دابا بعض البلدان كاين بحال تايلاند ولا بحال ملي كتبغي تفتح ضروري الشريك خصو يكون عنده هو مالك الشركه، يعني 51% بحال هكاك ولا على حسب. يعني الشركاء خص ضروري يكون عندك مواطن مشارك معاك وبورسنتاج كبير، يعني كيكون هو مالك الشركه.
بحال في الكتب الماليه الا كان ممكن. كتب الماليه كاين بزاف بحال ها هو راه كيكتبوهم الدراري ريتش داد بور داد، كاين اغنى رجل في بابل، كاين بزاف 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 كاين بزاف ديال الكتب. وكاين واحد الكتاب يلاه تنقرا فيه دابا مؤخرا ديال احمد الشقيري ديال الاربعون، حتى هذا الكتاب هذا واعر واعر، تيعلمك كيفاش كيفاش تسير حياتك، كيفاش تاخذ بعض الامور يعني تاخذهم، كيفاش تتعامل مع بعض الامور، كيفاش تسير بعض الامور في حياتك. بزاف ديال الحوايج هادو نصائح من واحد السيد يعني اللي كبير، اللي 42 عام مشى دوز الخلوه ديالو 40 يوم 40 يوم تقريبا. شنو طرا له دابا؟ هذا كندير واحد البرنامج وسال داك البرنامج، ملي سال داك البرنامج ما عرفش مازال صافي تلف بحال شي واحد كان خدام، وملي دار العاقه وهادشي هذا كلشي كيطيح فيه، كلشي كيطيح فيه. مع كتوصل ل 200 مليون 300 مليون كتبقى جالس ما كتعرفش راسك مازال شنو بغيتي، صافي كتلف شنو غادي ندير انا بعد. انا كنت خدام على الفلوس، انا درت الفلوس، اما بعد شنو من بعد الفلوس؟ فهمتي؟ من قبل الفلوس كتبقى خدام باغي غير الفلوس، فرحان عندك علاش تموتيفا، ملي كتسالي ما كيبقاش ما كتبقاش الموتيفازيون، صافي الفلوس كاينه كلشي كاين، كتبقى تسول اما بعد شنو اللي جاي من بعد. فهمتي كيفاش؟ هاد الكتاب هذا تينفع بزاف، ينفعك بزاف يعني اللي بغى يقرا. سميتو الاربعون ديال احمد الشقيري. كيف تتكلم مع الشركات باش يقبلوك تخدم معاهم؟ على حسب اين شركه اخويا. كتخرين كيخصك انت تكون خدمتي ديجا وتتوريهم المهاره ديالك، ولا كتقصد الشركات في ارض الواقع اخويا راه خصك غير تكون كتعرف تهضر. واش يطلبوا شركه من مهاره باش يقبلوك؟ على حسب دابا انت شنو المهاره اللي عندك، فهمتيني؟ على حسب اين الشركه اللي واكثر الشركات كيطلبوا منك غير تكون كتعرف تهضر ويكون راسك عامر. اكثر الشركات انا اللي كتقصد شركات في ارض الواقع ولا هذا، راه اكثر الشركات شي اللي كيطلبوا منك. ولا كانوا شركات ديال الماركتينغ راه بيان سور كيطلبوا منك شركه الماركتينغ، كيقولوا لك انت مثلا كيفاش غتسوق لينا سيدي هذا المنتوج، ماشي كيقول لك عن اي طريقه. شنو واش انت عندك قناه في اليوتيوب؟ حيت كاين اللي كيدير الماركتينغ غير في اليوتيوب، راه الناس دابا الناس اللي كيقول لك دوينا على الماركتينغ ماركتينغ، راه كاين اللي غير في اليوتيوب كيدير الماركتينغ، فاتح شانيل ديالو كيسوق المنتوجات ديالو، صافي انا اليوم مشيت لهنا انا كدا تيوريك سبرديله تيوريك هذا كيحط لك الليان ديالها. كاين ناس بحالو كخدامين، راه اليوتيوب كاين دراري بحالو كخدامين، وكاين بنات كاع حتى هما بحالو كخدامين. يعني على حسب انت شنو 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 كتقدم له. مثلا كاين اللي عنده قناه في تيليجرام كيبيع ليها، كتسوق له المنتوج ديالو عبر قناة تيليجرام، منتوج شي موقع باغي الايميلات، يعني كتوريه المهارة انت اللي الطريقة اللي عندك باش كتجيب الناس. او لوش عندك شي موقع غتحط فيه البانر ديالنا مثلا، على حسب انت شنو. سلام اخويا، خلي اللايف دابا نخليه اخويا. كما قلت الدراري راه ماشي ضروري غير الانترنت، راه كاين بزاف د الحوايج. الناس تقلب على راسها، راه ما كاينش غير شوبيفاي، الواحد يقلب على راسو شنو كيعرف يدير، شنو غايقدر يدير، شنو المهارات اللي عنده. راه كما قلت لكم راه كاين ناس مثلا ديك ديال ديجي كالد راه غير الموسيقى دار بها العجب، يعني الا كنتي كومبوزيتور كنتي كدير المونتاج كنتي كدير اي حاجه تقدر تحركها وتخدم بها، شوف انت راسك شنو غتقدر دير وعطى الله ما يدار في الانترنت صراحه. يعني راه واحد الغابة اللي متيسعة بزاف، غير ادخل وتوكل على الله. كيفاش نولي اخطر مسوق؟ ما كاينش اخويا اخطر مسوق. كيفاش اخطر مسوق؟ اعوذ بالله. اخطر زعما كيفاش تولي مسوق مزيان خويا؟ غير مع الوقت، غير مع الوقت، مع الخبره، مع كثرت ما كتحك في الخدمه صافي كتولي تفهم شويه، ماشي كتكون احسن او لا افضل او لا هذا، كتكون افضل غير الشركه ديالك الا طلعتيها، او لا الشركه ديال شي شركه كنتي خدام فيها ماركتر كتكون افضل غير فيها هي مثلا طلعتيها. اما ما بين المسوقين راه كاين الملايين ديال المسوقين وهلي فين شدهم. يعني على حسب اخويا، خصك غير كما قلت لك تحك شويه بشويه شويه بشويه حتى كتولي
كتولي كتعرف غير تسوق ماشي اخطر زعما ولا هذا فين تعلم راه كتعلم في الانترنيت في القرايه بزاف كتعمر راسك بزاف تيكون راسك عامر كتعرف كيفاش مثلا كتقرا على الماركتينغ ديجيتال الا كنتي باغي تخدم ماركتينغ ديجيتال على حسب انت شنو بغيتي وعطا الله فين تعلم اخويا كيفاش اني نقدر ندير شركه في دبي متخصصه في الزرابي المغربيه التقليديه الزرابي المغربيه التقليديه تصاوبوا هنا ولا في المغرب نيتو تجيبوه من لهنايا الا كنتي زعما مصاوبين عندك تما تقدر من تما نيت تصدرهم الا بغيتي تصدر اما الا بغيتي دير شركه من لهنايا زعما وتجيب الزرابي تجيب الزرابي ديالك تبقى تصدرهم من عندك حتى هي مزيانه ولكن نشوف انت على حسب شنو يسلكك انا بانت لي ملي الا خدمتيها في المغرب حسن وتبقى تصيفط تبقى تروج في الامارات اولا تشوف شي واحد هنا في الامارات يبيع وتبقى دير معاه مثلا فهمتيلي اولا دير الفرع ديالك انت هنا في الامارات في دبي دير الفرع ديالك هنا في دبي وتبقى تصيفط السلعه لراسك زعما الا كان عندك الطلب هنا بزاف تبقى تصيفط ولكن تيست اخويا شوف الطلب بعدا واش كاين بزاف على دوك الزرابي المغربيه وانا كنظن بلي راه كاين بزاف حيت كاين ناس هنا تيبيعوهم ولكن كاين ناس هنا تيصاوبوهم ما عرفتش واش تيجيبوهم من المغرب والله ما نعطيك خبر عندك في المغرب واش تتصاوبهم ولا غير زعما في داكشي ديال التعاوني ولا غير كتاخذهم يعني جمله من عند شي واحد من عند شي شركه ولا شي حاجه مثلا في دبي شريك ولا لا بلا شريك كتمشي غير عند شي مكتب دابا ديال هذا وتيفتح لك الشركه شي مكتب ديال المحاماه ولا اي واحد ولا شي كونطابل تيفتح لك شركه كتفتح شركه تنصايبهم اخويا مزيان الله يلا مزيان تعجبني انا داك اللي كنت شي حاجه من عنده فهمتي ديالو مزيان اخويا تقدر تشوف من الاحسن تقدر تصدروا من هنايا ماشي ضروري زعما تجيبهم حتى لهنا وتبيع شي معلومات على سي بي ا موبيل ما عرفتش ما عندي حتى شي معلومات عليه ولكن فيها ما يدار مازال الدراري خدامين كنعرف دراري فيها مازال خدامين ولكن ما عنديش شي معلومات ما نقدرش نفيدك يعني الا هضرت نقدر نكون غير هضرت سطحي وصافي في التوصيل اخويا راه كاين بزاف ديال كاين بزاف ديال الشركات تيوصلوا كاين بزاف ديال الشركات في المغرب وكاينين هنا نيت كيوصلوا بقى 3 دقائق تقريبا 2 دقائق ويسالي اللايف وراه غادي يكون ثقال راه ثقال حتى في الثمن واقيلا غادي يكون ثقال ضروري واخا يكون ثقال